مرحبا. مش من زمان صرنا نسمع عن علاج معروف بالABA أو التحليل السلوكي التطبيقي. شو هو هذا العلاج؟ بالمختصر هو علاج نستخدمه وقت يكون في مشاكل بالسلوك، معقول تكون موجودة عند أولاد يلي عندهم تيف اضطراب التوحد أو أي اضطراب بالنمو أو أي مشاكل سلوكية بشكل عام. من خلال هيدا العلاج بتدرس المحللة أو المعالجة السلوك، بتفهمه وبتحط خطة تتعدل شكله أو تخلق سلوك أو مهارات جديد. وكمان من خلال هيدا العلاج منزيد ومننمي السلوك المناسب ليحل محل المشاكل السلوكية غير المناسبة. كتير مهم نزيد قدرات ومهارات التواصل من خلال الاعتماد على هيدا العلاج، لأنه أكثر سبب للمشاكل السلوكية هو ضعف بالقدرة على التواصل. وقتا بدنا نفهم أي سلوك نتطلع على ثلاث أجزاء: الحدث قبل السلوك، السلوك، والنتيجة بعد السلوك. مثلاً المعلمة بتسأل سؤال بالصف، هيدا الحدث قبل السلوك، التلاميذ بتجاوب صح، هيدا السلوك، والتعزيز هي النتيجة. رح أعطيكم مثل تاني. الأم تطلب من ابنها يعمل فرض، هيدا الحدث قبل السلوك، الولد ببلش يبكي، هيدا السلوك، والنتيجة هو تأجيل وقت الدرس. تاني وأهم جزء بنطلع عليه هو هدف السلوك أو ليه عم بتصير المشكلة السلوكية. مثل ما سبقت وقلت، السلوك عبارة عن طريقة للتواصل، والأحداث بيّنت إنه في 4 أهداف لهالمشاكل. أولاً، لفت الانتباه. ممكن الأولاد يحاولوا يلفتوا انتباه أهلهم أو المعلمة أو حتى رفقاتهم من خلال سلوكهم. ثانياً، تهرب أو التخلص من موقف معين. ممكن الأولاد يحاولوا يتهربوا أو يتجنبوا موقف مش مريح بالنسبة لهم، أو يتهربوا من تعليمات حدا طلب منهم يطبقوها. فمن خلال سلوكهم ممكن الأهل أو المعلمة يأجلوا وقت الدرس أو ينهوا، وهالنتيجة ممكن تعزز السلوك، بمعنى أنه بيصيروا يرجعوا لهالسلوك وقتها بدهم يتهربوا من الدرس. ثالثاً، الحصول على شيء ملموس ومفضل. ممكن الأولاد يحاولوا يطلبوا شيء ملموس مثل لعبة أو وجبة خفيفة من خلال سلوكهم، مثل وقت الولد يصرخ ليحصل على الآيباد. رابعاً، تعزيز الحس التلقائي. ممكن يكون السلوك ببعض الأحيان عم بيعزز الأولاد داخلياً من خلال شعورهم بالبسط الداخلي أو الراحة، أو إذا في وجع بيعتمدوا على السلوك الحسي مشان يخففوا منه. هيدا السلوك بشكل تعزيز تلقائي منه لحاله للأولاد. ممكن يكون هالسلوك بشكل رفرفة الإيدين أو حركات تكرارية بأصابع الإيدين. إذا احتجتوا لأي مساعدة لتحديد هدف السلوك وفهمه، نطلب أنه تستشيروا أخصائيين معتمدين بالمجال ليرشدوكن على الخطوات الصحيحة. هيدي كانت مقدمة لعلم الـ ABA وتفسيري لأهم أجزاء يلي منخدها بعين الاعتبار وقت يكون في مشكلة سلوكية. كتير مهم تتذكروا هالمعلومات وقت بدكن تفهموا سلوك ابنكن أو بنتكن.